قاسيت وتمحنت وصبرت، كنت كنشد أعصابي وكنتحكم فيها، ما لقيتش لسان بني، دمروني بالسخرية والاستهزاء. الراجل مهرس وخاصني نقابله، وفي نفس الوقت خاصني نقابل الشغل ديال الدار من نظافة وطياب وغيره. بقيت كنتسائل شنو درت في حياتي باش كيعاملوني هكا. في الجردة كان فيها الحمام ديال راجلي، كنمشي ديما نعطيه ياكل ويشرب وننظف ليه. صراحة كنت كنلقى راحتي مع الحمام، كنبقى نحكي ليه معاناتي وكان كيسمع ليا. وكان بين هذاك الحمام واحد الحمامة ديال راجلي المفضلة، كان كيدير بها السباق بين المدن. كانت كتقرب مني وكتبقى تسمع ليا. واحد نهار وانا كنقطع الورد باش نزين بيه الدار، كنت كنقطعو وكنحطو في السلة. ملي كندور ما كنلقاش في السلة، استغربت، ما عرفتش شكون اللي كيهز ليا الورد من السلة. دخلت للدار باش نطل على راجلي الا خصاتو شي حاجة. قلت لي خاصك شي حاجة؟ قال لي لا ما خصني والو. خرجت ومشيت لبيت الولدي باش نبدل ليه الحوايج، وانا لقى وردة حمراء في البيت. تفاجأت وقلت شكون اللي جاب هاد الوردة للبيت عند ولدي؟ قلت يمكن راجلي حطها ليا. صراحة فرحت بزاف، لاني ظنيت ان راجلي اخيرا حس بالوجود ديالي وحط ليا وردة كعربون محبة. نعست هذيك الليلة، وملي فقت لقيت وردة اخرى حدا راسي. مشيت نطل على راجلي، لقيت وردة حمراء حدا راسو حتى هو. ولكن قبل ما نمشي لعندو صايبت حالتي ومشت شعري. ملي دخلت عندو البيت شافني هو يبتسم ليا وفرحت. هو يقول ليا شكرا على الوردة، وانا نقول لي شكرا ليك انت اللي كتحط ليا كل نهار وردة. هو يجاوبني انا ما كنحط لك حتى شي وردة. قال لي واش كتضحكي عليا؟ واش انا نط حتى النوضان برجليا؟ وانا نقول لي وشكون اللي كيحط لينا الورد؟ قال لي وعسي على شكون كيحط لينا الورد. هذيك الليله ما جانيش النعاس، بقيت فايقه باش نشوف شكون اللي كيحط لينا الورد. حسنات الحاله ديال راجلي ولا كيتمشى وسط الدار، وكيبقى حاضيني من الشرجم ملي كنخرج للجردة. كنت كنمشي نجيب نعناع او كنعطي الماكله للحمام. لاحظ باني كنتعطل ملي كنعطي الحمام الماكله، وخلاني حتى لغد ليه وتبعني. لقاني كنحكي للحمام وكنحكي ليهم فرحتي لان راجلي ابتسم ليا وكيحط ليا الورد حدا راسي وخبع ليا. سمعني ورجع ودخل الدار، وبقى كيتسائل شكون اللي كيحط الورد لينا بجوج. صيفط خو وشرى كاميرا وحطها في الدار، والمفاجأة وهي ملي غادي يحل الكاميرا لغد ليه كيلقى حمامته المفضلة هي اللي كتحط لينا الورد لينا بجوج. فهمتني حمامة وحسات بيا وبغات تقربني من راجلي، وخلات راجلي يتقلب من شخص مخيف كله أنانية وإهمال إلى إنسان آخر. معه كنت كنفتقد كل معاني الأمان والاحترام، وكنت كنحس أني سجينة عندهم في البيت. فقدت ثقة في نفسي، كنت كرضيهم على حساب ساعاتي. شحال من مرة قررت نفلت بجلدي ونهرب، ولكن حمامة حسات بآلامي وخلات راجلي يتغير ويحس بالوجود ديالي. حمامة خلات راجلي يفهم الاحترام في المعاملة، وخلاته يعرف الاحترام في وقت الاختلاف، وخلاته يعرف الاحترام ملي يكون حاضر وملي يكون غايب، وخلاته يعرف الاحترام بأنه كيبان في الأفعال والمواقف والكلمات. لأن ملي كيموت الاحترام بين الأزواج كيموت الحب والمودة بيناتهم. كنت كنبين لراجلي احترامي ليه ولعائلته في سكاتي،
والحمامة عطات درس الراجلي ورجعته لحياتي ومحات الماضي المؤلم ديالي. بالصبر رجع لي راجلي، لأن إلى صبرات الزوجة كتأجر عليه وكتنقد الأسرة ديالها وكتكون من الذين يوفون أجرهم بغير حساب بإذن الله نهار تقوم الساعة، لأن اللي كيصبروا كيمنحهم الله اللي يستحقوا أو أكثر. إلى عجبتكم القصة ما تنسوا تشتركوا في قناتي وتديروا لايك وتشجعوني، وشكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في قصة جديدة بحول الله تعالى.